من الايروبور كتوتي غادي نمشيو عند حريم السلطان تنتي غير اللي هي دات بوم بوركو دابور حيت زوينه مي اونسويت شفتو كيف كتعاود على لوبيغ اوتومون كيفاش كانوا عايشين كيفاش كانوا دايرين السلطان كيفاش يزو كوكيلو دونك غنمشيو لتماك باش نشوفو ان تي بو لي فيستيج عندي الخدمه تماك اون ميم طون غادي نعطيكم التراو جميل الوغ سي بارتي تركيش ايرلاينز احنا ماجيين تركيا حريم السلطان اسطنبول ياي ça ça fait plaisir حيت ان بو كادو اللي كتلقى الناس هكايا اللي كيقولوا لي هادشي اللي كديري كيعجبنا وكنستافدوا منه وكنطبقوه وكنستافدوا بيا كيسبوني مي طبقوا داكشي اللي كنقولوا انا بغيت نعرف شنو هما الحوايج اللي باغ اكزومبل اللي تبعتي معنا في لي زيميسيون اللي كنديروا اللي استفدتي منهم اللي خلاوك زدتي شي شويه لقدام اللي جو سي با اتر توجور بوزيتيف الاولى والاخرى اللي فيديو ديالك كامل تيدور على سواي بوزيتيف كونوا بوزيتيف كونوا عيشوا الحياة نساو المشاكل تعايشوا مع داكشي كيما هو بلا فاسون بوكو بليس لا فاسون باش كتوصلي لنا الميساج كتخلي لي كنبغي نتسجل هذاك الفيديو نخرج نقول واو جو تيم لا في الوغ سيغ اون غنقولو يلاه سيغ اون ايشال ديال واحد حتى لعشرة على شحال حسيتي بلي فيديو اللي كتفرجي اللي كنشارك معاكم هكا سيغ لي ريزو سوسيو حسنو الحياه غنقول لك واحد الحاجه باش نكون معاك واضحه وصريحه كنتفرج فيك سيغتو فاش كنكون ديموراليزي وواصله لتحت تنطلع لعشرة جو تحت بحال الباكاج ماشي الفوق لا تحت بحال الزرا ماشي الفوق بحال الباكاج فوالا دونك الى قلنا كنكون ديك الساعات داخله انا قبل غنحل الفيديو كنكون نقولوا 0.5% من داك الانرجي هذا تنطلع دي صافي تنسد الفيديو تنقول ميرسي نايد انني كنعرفك زعما صاحبتي انتي ذكرنا انا وياها عاودت ليها عاودت ليا قالت لي شنو اللي خصك يلا خرجي حلي الباب اي فازي سوبر ميرسي بوكو بوشرا ميرسي اوي الوغ هاد لي تيمونياج بحال هكا هما اللي كيخليوني ان كنزيد القدام ثاني حاجه اللي كتخليني مازال نتعلم اكثر باش نفرق معاكم اونكور بلوس يا قلت لك غادي نطبق فيك داك اللي قلتي لنا ديال الغيستو سيرو كولو سيرو عند الشيف كولو ميرسي ليدي على كاع داكشي اللي كتعطي كاع داكشي اللي كتقول ميرسي بوكو على لو بارطاج سي باسكو فريمون سي با فاسيل ان واحد الانسان يدوز اكسبيريونس ويجي عند الناس يقول لهم فوالا ها شنو شفت ها شنو عشت دونك ميرسي ا تو لي فان نشوفك عاوتاني الفيديو في تركيا جولي دموازيل كيما اكرام اكرام دو كازا اكرام دو كازا حنا مازالين في المطار اول حاجه الا كنتي غتعطي ان ميساج اول حاجه غادي نبغي نقولها بوزيتيف فوالا ستي بوزيتيف اند ثينك بوزيتيفلي اباوت ايفريثينغ اراوند يو لايف اند تراي تو جيت ذا لايك بوزيتيف ثينكس اباوت ايتش موف يو دو ان يور لايف حاجه واحده اخرى sur YouTube, sur les vidéos qu'on partage et que je trouve spontanément aussi sur Facebook. Et vraiment, vous me donnez des ondes positives. Mouch positives. J'habille à ma haïe. Alors, vous pouvez vous dire que les vidéos qui sont les vidéos qui sont les vidéos هادي سي في لاباج ديالنا بريبار تون اكزامنيس اللي ما عارفينهاش راه كاينه واحد لاباج اللي كيتبعونا ما شاء الله هاد العام تبعونا 1,660,000 جان الحمد لله دونك كيفاش تنجح في الحياه ديالك في الاكزام ديالك سوبر ان ديرني مو ميرسي بوكو وي تركيا بليزيغ ياي سوبر Non, elle est cool.
اليوم البارح وصلت معطلة دونك ما كان كيبان لي حتى حاجة. اليوم غادي ديكوفرير لا فيل ديال اسطنبول. جو سوي سيغ غادي تكون واحد النهار اللي هي عجيبة بزاف باسكو اسطنبول عندها انورمومون ديستواغ انورمومون دو شوز. دايوغ غادي نوريكم ان بو لا في سيغ لو بوسبور. معرفتش واش كتبان لكم ولا لا. واي فوالا c'est vraiment une vue khayaliya, c'est une vue tellement تقريبا donc خليكم attachez vos ceintures, on y va. اول découverte هي le Bosphore كما كتشوفوا معايا. c'est juste magnifique, khayali, روعه. et هذا le fleuve هو اللي كيفرق ما بين l'Europe et l'Asie. Donc, on va dire rabbit ma ville l'Europe et l'Asie. Et ben voilà, c'est ça. Alors, les gens qui ont du bateau, qui créent, c'est-à-dire qu'on a dit que tout le monde a créé des petits bateaux là, et qui ont fait une visite de 1 hour, 1 hour. Il a pris le temps de dire, mais je vous dis que c'est une petite heure la Turquie. Alors, les gens qui ont fait une comparaison, ils ont fait une comparaison. التقاليد ديالهم ديال الماكلة سورتو ديال الخدمة شنو اللي كيديرو مزيان اللي ما كنديروش وما الحوايج اللي حنا كنديروهم ما كيديروش. خليكم معايا لو سيجور كومونس ابان. هذا هو ناهد رشاد دوبوي اسطنبول. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai dit même. Alors j'ai cliqué sur l'enseigne, les bruits absolument de la coupe. Il y a. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais. Moulmelha, Nosrat. Je ne sais pas ceux qui le connaissent, on a regardé comme la photo de Diallo. C'est un monsieur qui a cartonné. Il était dans les restaurants en Turquie, un de Dubaï et un peu partout. En fait, on a regardé comme ça, Diallo, mais bruits comme Choufou Kouin. Et regardez. خرجوا une petite vidéo هنا يا ديالو lui en train de faire des choses avec الملح. voilà ça c'est son enseigne. هيا كتبان لكم نصرات. ها هو هو الصورة ديالو derrière. alors je vais vous parler d'Edsid. عايش في واحد العائلة اللي كانوا ما لاباش عليهم 5 ديال الدراري à tel point que كان il était obligé يمشي يخدم. مشى يخدم 13 عام. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 13 ans, c'est une joie très. Alors 13 ans, je travaille dans une boucherie et qui parle qui fait chez les gens d'une manière originale, qui fait chez les gens de faire des boudins. Alors tellement quand les gens ou les gens qui jouent les boudins, تمول الشيق بطوط منه كما مونتور. دايوغ دايما كنقول لكم خذوا ان مونتور راه سي لو شيمان لو بلو رابيد اي لو بلو كور باش توصلوا لشي بلاصه. بقى خدام معاهم ولا كيبداع ولا كيسلبي الناس ولا عنده واحد الطريقه باش كيقطع اللحم اللي هي خياليه. حتى واحد النهار قالو غنعطيك واحد لابروموسيون غتمشي لواحد البلاصه وحده اخرى اللي هي كانت بعيده على عائلته. مي لا غوفوزي قالو لا انا ما نمشيش تا ما انتيغيت با. دونك دوكو جراو عليه اي اوليا باش يقول انا ري امونتي اش داني دابا خرجوني من الخدمه اش غندير. قال نو انا بديت هنا في تركيا سي بلا مي خاصني نمشي بلاد بلاد اللحم. خاصني نمشي نطلع على بلاد اللحم. يا ولو سي لارجنتين سي بلاد اللحم. دونك مشى لتماك تعلم بزاف لا تكنيسيتي الشكل ديال اللحم لا كويسون كيفاش كيطيب كيفاش. اي مشى ابخي الميريكان نيويورك اي تعلم اونكور ان بو بلوس le service la clientèle etc. et le plus important علاش كنقول لكم على نصرات اللي هو تركي معروف عالميا اليوم حل ان كونت انستغرام باش بالابداع ولا كرياتيفيتي ديالو. هو سي لو فامو سيد اللي من دابا وكيدير هذيك الملحه كيسيبها هكا على الحيمه. الناس اللي جاو كيتسطاو عليه غير باش يشوفوه كيلوح هذيك الحيمه مع المليحه بحال هكاك. دونك حل ان كونت انستغرام بلو دو 1 مليون دو فولوور سيغ انستغرام. الي فوغ لي فيديو ديالو باش غتشوفو كو لا كرياتيفيتي الابداع ما عندوش حدود. اللي قال لك عقلك
درتيه وعجبتي وعجبك ودرتيه راه السوق غادي تنجح. دونك فوالا سيتي اون سكسيس ستوري هنايا في تركيا. On est dans un centre commercial qui est très sympa, c'est tout Estinia Park. Et j'ai vu l'enseigne de Nosrat, j'ai dit même qu'il est, je ne sais pas comment l'histoire d'Yalo. Et c'est le resto d'Yalo, comme vous pouvez le voir, à Amr évidemment. Et là-bas, le comptoir avec Smito, son logo. Donc, il y a un cuir. امنوا بالحلم ديالكم. البريهيش كانت عنده 13 عام مزلود، عائله ما يكسب ما يعلم، ما قالش لهم خاص الدوله تعطيني، خاص با يعطيني، خاص ما عرفت شكون اخر مقدم يعطيني، نو قفض على جليلو انجح اي فوز افي لو ريزولتا. انا فوالا لا فيزيت كونتينيو ان شاء الله وبالي فيه توت شوز. سو سوا غادي نديكم تشوفوا ان سبيكتاكل اللي هو لي ديرفيش تورنور. تركيا معروفه باش بلي ديرفيش تورنور. اي سي جيني ستوغ ا فو راكونتي على لي ديرفيش تورنور غادي نقولها، سينا ما عنديش غنتفرجوا في لي سبيكتاكل. هذا هو. الوغ سي بارتي، يلاه هابطين من الطوموبيله غادي نمشيو لو سبيكتاكل ديال ديرفيش تورنور. مي افون بغيت نوريكم واحد لابوتيك اللي هي معروفه عندهم هنايا بهادشي ديالهم. تركيا معروفه بواحد لي بحال الحلوى ديالهم سويتالي لوكوم كيعجبو بها، سي انكرويابل، كيديرو على الاشكال وعلى الانواع. هيا هاديك لي نهيه بالرمان، هادي بالبيستاش، هادي بالورد، هيا هيا لي بالورد. اي كيما كتشوفو لا بوتيك فنة. اي بي فورسيمون كيديري واحد الحاجة اللي هي زوينة لا ديغوستاسيون الفوق، دونك مكاينش اللي كيدخل وكيبقى بلاش، كلشي كيدخل كيشري. وهاد لا بوتيك معروفة بزاف سميتها حافظ مصطفى. فوالا حنا وصلنا لاندغوا لي ديرفيش تورنور عندهم في الثقافة ديالهم، هما هادوك الناس لي كيدخلو اون ترانس وكيبقاو كيشطحو بحال هكايا. فوالا دونك الي ديرفيش تورنور تايم. كيبداو بالاذان، هو الاولاني واحد الاذان عجيب جدا كيأكدو بزاف د المرات. من بعد عاد كيدخلو لي ديرفيش تورنور كيديرو لهم الموسيقى، كيبداو يغنيو على الموسيقى التركية ديالهم عاوتاني ملي كيساليو كيساليو بالتجويد ديال القرآن. اي لونطون كيبقاو يجمدو القرآن، واخا التركيين عندهم واحد اللهجة مزيونة، حيت كيهدرو بالعربية، من العربية شوية معكلة بالتركية مي زوينة، واحد اللهجة زوينة. اي سي ان مومون شغنقولكم ساعة ديال المكانة ديال الواحد المرفوض في واحد لا سبيريتواليتي اللي هي خيالية، حيت كاين بريزونس القرآن اونتخ لي دو شوية د الموسيقى، اي بي سكيت وداك لي ديرفيش تورنور اللي كيدورو على راسهم، سي جوست واو فريمون واو.